وين ما يباشلسا؟ هذا الرجل المترنح ليس أحد المشردين الذين يعيشون على حافة الطريق، إنه جندي مدرب في ثاني أقوى جيش في العالم. منذ بدء الحرب في أوكرانيا شكلت الخسائر البشرية الكبيرة ضربة قاسية وغير متوقعة للجيش الروسي. معظم القتلى الروس سقطوا خلال العمليات القتالية، لكن هناك نسبة ليست بالقليلة سقطت لأسباب أخرى. كل هذه الأسلحة والمعدات العسكرية المتطورة لم تسعف بعض الجنود الروس للنجاة من الموت أو الأسر في أوكرانيا. الأمر لا يتعلق بقوة العدو أو تفوقه، بل بعامل آخر يحول أعطى الجنود في العالم إلى فرائس يسهل اصطيادها من قبل الخصوم. إنه شرب الكحول. تقارير عدة تحدثت عن انتشار الكحول بين الجنود الروس في أوكرانيا، وأن عددا منهم يفرط في تناوله. في الأحوال العادية يغيب الإفراط في تعاطي الكحول صاحبه عن الوعي، فما بالكم عندما يكون ذلك في ساحة المعركة أمام عدو يتحين أي فرصة للانقضاض على خصمه. تقرير استخباراتي لوزارة الدفاع البريطانية قال إن القوات الروسية تلحق بنفسها الضرر نتيجة الشرب المفرط وسوء التعامل مع الأسلحة، وهذا ما أكدته قناة محلية روسية، حيث قالت إن عدداً مرتفعاً للغاية من الحوادث والجرائم والوفيات في صفوف الجنود الروس مرتبط بالكحول. ورغم معرفتها بالعواقب، أشار التقرير إلى أن القوات المسلحة الروسية تتغاضى عن انتشار الكحول بين جنودها، فيما لم تعلق موسكو على تلك التقارير. استهلاك الكحول يعد من الأسباب الرئيسية للخسائر غير القتالية في صفوف القوات الروسية بأوكرانيا. الكثير من الجنود الروس ماتوا متأثرين بجرعات كحول زائدة. الأوكران استغلوا هذا الأمر جيداً، ففي أبريل من العام الماضي نقل 500 جندي روسي إلى المستشفيات بعد احتسائهم مشروباً كحولياً ملغماً بالسم قدمه لهم مدنيون أوكران. استخبارات وزارة الدفاع البريطانية تقدر إجمالي الخسائر البشرية الروسية بين 175 ألف جندي و 200 ألف، فيما لم تنشر روسيا إحصاءات محدثة عن عدد الضحايا منذ خريف عام 2022، عندما أعلنت موسكو التعبئة الجزئية ل 300 ألف جندي احتياطي. حينها قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو إن عدد القتلى الروس بلغ 5900 جندي فقط. على مدار أكثر من عام لم تقف روح الحرب في أوكرانيا ولا حتى لدقيقة واحدة. المعارك العنيفة لا تزال مستمرة، والضحايا من الجانبين بالآلاف، وكلا الطرفين لن يوفر أي فرصة للانقضاض على الآخر. وفي ساحة مشتعلة كهذه من المؤكد أن أي استهتار أو تقصير من قبل الجنود ستكون نتيجته الموت لا محالة.